ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن طائرات الدرون التي استهدفت محطات الضخ لخط الأنابيب السعودي منتصف شهر أيار الماضي انطلقت من الأراضي العراقية وبإشراف من قبل مجموعات مسلحة موالية لطهران. رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ذكر في مؤتمره الأسبوعي قبل يومين هذه المعلومة، وقال إن الجانب الأمريكي تحدث معه عن معلومات استخباراتية حول انطلاق الطائرات من العراق، لكنه نفى تلك المعلومات مستنداً لمصادره الحكومية التي هي مخترقة أصلاً من إيران كما يقول مراقبون. الأمريكان تكلموا كتصور كتقارير استخباراتية إن قد تكون ممكن أن تكون هذه الطائرات انطلقت من العراق، لكن كل دوائرنا الاستخباراتية وكل أنواعنا الجوية وقيادتنا الجوية لم تؤكد هذا الخبر، لأن أيضا الفضاء معروف، وهذا فضاء يعني عندما نتكلم عن مثل هذه الطائرات إذا تنطلق من منطقة مثلا من وسط العراق يحتاج إلى 975 كيلومتر حتى تصل إلى المكان اللي حصلت به الحدث، بينما إذا كانت كما ادعت حركة أنصار الله في اليمن أن هي أطلقت الصواريخ، هذا لا يحتاج غير إلى 600 كيلومتر أن تطلق من منطقة من اليمن الحدود اليمنية وحتى داخل الحدود اليمنية إلى أرامكو. فمن ناحيتنا كعراق ما عندنا أي إثبات فيما قدم لنا، وما عندنا إلى حد الآن أدلة في هذا الموضوع.